قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وهل وقع السيف لهذه الأمة؟ نعم وقع، فقد وقع في عهد عثمان رضي الله عنه، فبقتله حصلت الفتن التي لا تحصى. ولما وقع السيف لم يرفع إلى الآن، ولن يرفع إلا إذا قامت القيامة. ولكن قد يعترض على هذا الأمر بأن السيف اضمحل أو كاد أن يضمحل في عهد عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، فما الجواب؟ الجواب إن قلنا كما قال الحسن البصري لابد للناس من تمييز فلا إشكال، وإن لم نقل به فيقال إن السيف لم يرفع عن هذه الأمة البتة، فإذا نشط في وقت قد يضعف بعض الشيء في وقت، وإذا نشط في مكان قد يضعف في مكان آخر، لكن من حيث الجملة السيف لم يرفع، لكن تختلف الأزمان في تأثير وقوع هذا السيف، فتكون هذه الأخبار واقعة.